يقول السائل: من كان يخرج منه أو من جسمه رائحة كريهة، فهل يعد هذا عذرا مسقطا لصلاة الجماعة؟ إذا كان يؤذي المصلين نعم، فلا يقربن من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، وليقعد في بيته. إذا كان يؤذي المصلين فإنه الأذى ما يسوغ له حضور الصلاة وأذية المصلين، لكن بإمكانه يتخذ أشياء، إنه يتلثم، إنه يعمل أشياء تذهب الرائحة، نعم، يعالج علاج طبي، نعم.